تعالي ناخد رأي كابتن حمدي الصافي كده في الموضوع ده. كابتن حمدي أهلا بحضرتك، طبعا المدير أهلا الفني لكرة الطائرة سيدات، أهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا بيك. وسهلا. الأول بس كلمني عن بنتك بقى ندى. لا ازيك يا لا كابتن الحقيقة حمدي؟ أنا ندى طبعا من أحسن الإبروهات في مصر وأفريقيا، وأنا كان الحمد لله يعني كان ليا الشرف إن أنا صعدتها الدرجة الأولى، كانت في قطاع الناشئات عندنا في الأهلي، وصعدتها وهي لسه في قطاع الناشئات، والحمد لله كانت ليها شركات فعالة مع الدرجة الأولى، وكان لها دور مميز في آخر بطولة أفريقية حصلنا عليها في صالة النادي الأهلي. نزلت في المباراة النهائية كنا خسرانين شوط، وقلبت الماتش تماما بأدائها وروحها ما شاء العالية. الله. يعني موهبة ولا اكتسبت الخبرة دي من باباها والنشأة اللي طلعت فيها؟ لا هي ندى أصلا طبعا من عائلة رياضية، طبعا باباها كان لاعب أكيد. دولي سابق في نادي الطيران وكان من اللعيبة المميزين، لكن هي الحقيقة هي موهبة أصلا من صغرها، كانت أصلا ضريبة وكانت مميزة جدا في الألعاب الاستقبال والدفاع عن الملعب، ما عشان شاء كده الله. اتحولت ليبرو، والهي هي يعني أدت أداء عالي جدا، وأعتقد هي لسه ما خدتش حقها كمان في مصر، إن هي المفروض تبقى من أساسيين منتخب مصر، ولاعيبة هايلة جدا طبعا. كنا بنتكلم دلوقتي، يمكن حضرتك معرفش سمعت ولا لأ، فكرة الظلم اللي بيتعرض بيه لاعبات اللعبة دي. يمكن الفولي بول ما ملوش منتخب سيدات بره، ما احنا مش بنمثل مصر في اي، يعني ما فيش كاس عالم، ما فيش اي بطولة عالمية مصر بتشارك فيها. كابتن ليه لحد دلوقتي؟ الحقيقه لا هو منتخب الطايره سيدات ليه تاريخ طبعا مصر وكده، بس للاسف في الفتره الاخيره حصل توقف الموضوع ده مش 2012 باين؟ صح. حصل نوع من الاهمال شويه في اعداد المنتخب مصر، وبالتالي ما كانوش بيتاهلوا لا الاولمبيات ولا بطولات عالم، فاثر على الجيل الجديد دوت، واعتقد ان الجيل الجديد ده فيه عناصر كثيره تستحق ما بتطلبوش لازم بداية كابتن؟ يعني ما فيش دور مثلا حضرتك واخرين بتعملوا على انه فعلا يكون في منتخب للفولي بول سيدات؟ الاعداد بتاعه ما بيبقاش اعداد كويس قبل البطولات افريقيا اللي هي المؤهله لكاس العالم والاولمبياد، فاللعيبه دي ما بتتشافش كويس، لان لازم عشان تتشاف اللعيبه دي لازم تشارك في بطولات عالم وتشارك في الاولمبياد. الحقيقه بقى لنا فتره كبيره بعيد عن الحاجات ديت، فده ان شاء الله باذن الله الاتحاد المصري الجديد للكره الطايره باذن الله يهتم بمنتخبات السيدات في مصر والناشئات والشباب، ونتفرج على اللعيبه دي في كاس العالم. لا هيفرقوا جدا، المشاركات دي هتفرق معاهم جدا يعني. أكيد إن شاء الله. وعندنا كمان مشاركة أفريقية في شهر أبريل اللي جاي، مش كده؟ ان شاء الله باذن الله، هو لسه ما تحددش بالظبط البطوله هتتلعب فين ولا امتى، واحنا منتظرين الدعوه بتاعت الاتحاد الافريقي هتتلعب فين البطوله، وان شاء الله باذن الله يبقى نشارك ويبقى خامس بطوله افريقيه للكيل دوت يحققها مع النادي الاهلي. احنا عايزين نقول للناس ان في هيمنه، يعني في النادي الاهلي هيمنه على اللعبه ديت. كره الطايره السيدات بتهيمن على الفوز دايما، يعني انتوا دايما محققين في الدوري ارقام قياسيه، دايما متصدرين هم بنات يعني كره الطايره في النادي الاهلي. الحقيقه الحمد لله الجيل ده مهيمن سواء محليا او افريقيا، النادي بيهتم جدا بلعبه الكره الطايره بالذات فريق السيدات وبرضه فريق الرجال، بيدعمهم باحسن العناصر واحسن الاجهزه الفنيه، وبالتالي لما بيبقى في دعم من اداره النادي بيبقى في نتائج، وده اللي حصل. الجيل دوت محقق 6 دوري و6 كاس و4 بطولات ما شاء الله. افريقيه و2 بطوله عربيه، ودايما بنهتم دايما في المقام الاول بابن النادي الناشئ بتاع النادي، شارك مع الفريق وبنستغل اولاد النادي والناشئين بتوع النادي، وبندعم في اضيق الحدود، والتدعيم بيبقى بالعناصر اللي هي مميزه جدا هتفيد الفريق. احنا لسه كنا قبل ما حضرتك كمان يعني تدخل معانا على التليفون، كانت ندى بتقول انا نفسي يبقى اسمي يعني كبير لما تذكر اللعبه، يتقال ندى وليد في اللعبه دي. فشايف حضرتك بقى ممكن ندى، اكيد هي عملت ده، بس ممكن ندى توصل لفين يا كابتن حمدي من وجهة نظرك؟ لا انا شايف ان ندى مستقبلها كويس جدا لو استمرت على نفس الاهتمام في التدريب والاهتمام في الكره الطايره وحافظ على نفسيها بعيد عن الاصابات، لا ندى هتحقق، ندى منتظره ان شاء الله مستقبل
الكبير سواء مع المنتخب او النادي. انا متوقع لها ان شاء الله باذن الله ان هي تاخد القاب او كؤوس في مهارات الدفاع والاستقبال سواء مع المنتخب والنادي، وان شاء الله باذن الله في المشاركات اللي هتشاركها مع المنتخب سواء بطولات عالم في المستقبل ان شاء الله. لا هيفرق معاها جدا في المستوى وتستاهل يعني ان هي تبقى موجوده على الساحه الدوليه باذن الله. عايزه تقولي ايه الكابتن حمدي؟ يعني مش عارفه اقول ايه ولا ايه، بس طبعا بشكرك كابتن حمدي والله على كل حاجه حضرتك بتعملها معانا كلنا كفرقه كلها يعني، بس يعني ده اقل حاجه ممكن اقولها. انت مكسوفه يا ندى؟ لا والله. طيب بشكرك يا كابتن حمدي، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. شكرا جزيلا، وبنتمنى ان حضرتك تشرفنا يعني في مره في البيت الكبير، لانه اسمك يعني اكيد اشهر من نار على العلم، ودايما ما بيذكر يعني بتشرف فعلا حقيقي اللعبه دي، لعبه الفولي بول. كابتن حمدي شكرا جزيلا. شكرا شكرا حبيبي، شكرا ليك.